تابعين اكيد بصباحنا، وصلنا لاولى محطاتنا الصباحيه يلي رح ننتقل فيها بعالم الصحه وخاصه عالم التغذيه يعني. واليوم موضوعنا بخص وظائف الكلى وكيف فينا نهتم بكليتنا وكيف فينا ننظفها، وشو هن الاكلات يلي ممكن يضروها لكليتنا. وكل حدا بيعاني من مرض من اوجاع بتخص الكلى، شو هن الاكلات المناسبه، كيف فينا نحن نهتم اكثر بصحتنا، مع الدكتور فادي خشروم اخصائي التغذيه. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. بالبدايه قبل ما ندخل نحكي قديش بياثر الغذاء على وظائف الكلى، خلينا نعطي لمحه سريعه عن وظائف الكلى، قديش فعليا هي مهمه جدا وبتاثر على صحه الجسم بشكل كامل. تمام، اول شيء صباح الخير لحضراتكم الاخوه المشاهدين عن جديد. فين نقول باختصار، الكلية هي العضو المسؤول عن طرح الفائض من السوائل. الكلية هي المسؤول عن طرح الأحماض التي تنتجها الخلايا المختلفة. الكلية أيضا هي المسؤولة عن الحفاظ على مستويات ضغط الدم عبر إفرازها لواحد من أهم الهرمونات اللي هو هرمون الرنين. الكلية أيضا تلعب أدوار كبيرة جدا باصطناع الكريات الحمراء. كمان الكلية تلعب دور هام جدا بالحفاظ على صحة النسيج العظمي بحيث يكون صحي وقوي ومتين. يعني اكيد دكتور اليوم موضوعنا بهم كثير من الناس، وبيقولوا لك انه في اكلات محدده يعني هي اللي بتخليك انك انت تحافظ على الكليه، تنظفها لكليتك، ممكن بقدونس او شيء. خلينا نحكي يمكن هدول الكتابات على الفيسبوك والانستغرام، هل هي ممكن تكون صحيحه طريقه التنظيف وطريقه حمايه الكليه، ولا في اطعمه محدده لا لازم دكتور وكل جسم له دكتوره؟ هلا بالبدايه نحن بدنا نشوف الحاله اللي نحن عم نقيمها، حاله الاذيه الكلويه اللي موجوده عندنا، يعني عمليا ما في هو علاج شافي وكامل لجميع حالات الاصابه الكلويه، هي وحده. الشغلة الثانية، أنا لما بحدد أول شيء أسباب الإصابة اللي موجودة عندي، اللي غالبا بتكون بالعادة ناتجة عن واحد من الأمراض الجهازية مثل السكري على سبيل المثال، ارتفاع التوتر الشرياني، أمراض القلب والشرايين، هي عادة بتكون المسبب الرئيسي لأمراض الكلية. فهي الأمراض أنا عادة لما بحاول أنا بنظامي الغذائي أتجنبها تمام أو أمنع تطورها، فأنا بطريقة غير مباشرة عم حافظ على سلامة الكلية. لما الكلية بتوصل لمرحلة من التأذي والتضرر، للأمانة بتصير عندي الخيارات ضيقة جدا. موضوع شرب البقدونس ولا شرب أشياء أخرى للأمانة بصير تحصيل حاصل للأسف. مثل ما قلت لك هذا الأمر يعود لدرجة التأذي الكلوي الحاصلة. طيب دكتور خلينا نحكي، بما أنه عم نحكي عن أمراض الكلى، شو أكثر الأمراض شيوعا؟ يعني في بعض الأعراض يمكن هي بتدل أنه في مشكلة بالكلى، بس الأكثر شيوعا اليوم، لأنه كثير بنسمع أنه مثلا أنا ما كنت منتبه أنه كليتي تضررت، مع أنه مثلا بيكون معه سكري أو ضغط، ويمكن مشكلة بالدواء أو النظام الغذائي أو شيء أخطاء باللايف، فينا نقول الحياة بشكل عام. حضرتك عم تسأليني عن أمراض الكلية الأكثر شيوعا ولا تمام. الأعراض؟ الأمراض الأكثر شيوعا. الأمراض، أمراض الكلية حقيقة كثيرة، ممكن نذكر على رأسها المرض الكلوي المزمن اللي هو مسميه كرونيك كيدني ديزيز. هذا المرض مثل ما بيوحي اسمه بيتطور عبر فترة طويلة من الزمن، وبالتالي التخرب الحاصل بالكلية عم ياخد وقت طويل. أهم أسباب هذا المرض الكلوي المزمن هو الإصابة بداء السكري، ارتفاع التوتر الشرياني، أمراض القلب والشرايين، أحياناً بيكون في عندي بعض الأمراض الجينية مثل داء الكلى متعدد الكيسات. في عندي أيضاً من الأمراض الشائعة اللي هو الفشل الكلوي الحاد. الفشل الكلوي الحاد حقيقة طريقة تطوره مختلفة تماماً عن المرض الكلوي المزمن. بنشوف أن الأعراض أو عفواً الأذيات عم تكون متسارعة، درجة التخرب عم تكون بخلال فترة قصيرة جداً، حتى الاسباب اساسا مختلفه هي عن المرض الكلوي المزمن. يعني شو الاعراض اللي بتدل، يعني مشان عم تقول بيكون مثلا مرحله خطيره او هو يعني فينا نقول مراحل متسارعه للمرض، شو بعض الاعراض اللي انا لازم انتبه لها؟ يعني لانه يمكن نحن بثقافتنا العامه اخر خيار للاسف نتوجه للدكتور، انه بنحمل حالنا الم زياده، شو الاعراض اللي انا لازم انتبه لها؟ لانه بنعرف قديش مهمه الكليه ووظيفه الكليه للجسم. هلا بالنسبه لموضوع المرض الكلوي المزمن، للاسف الأعراض عم بتكون صامتة ما بتبان غير بالمراحل الأخيرة.
بالنسبة للفشل الكلوي الحاد أساسا بيصير التطور بوتيرة متسارعة جدا، والسبب يعني حقيقة ما بيخبي حاله، عادة بيكون السبب هو فقدان لكميات كبيرة من السوائل الجسم بخلال فترة قصيرة. يعني قد يكون السبب حروق تطال مساحات واسعة من الجسم، قد يكون السبب نزوف أثر حادث ما، أو مثل ما عم نشوف هلأ بالكوليرا على سبيل المثال إسهالات شديدة جدا، فقد كبير جدا من الماء، وبالتالي يعني يؤدي لأذية كلوية. إذا بتسمحي لي تابع بموضوع الأمراض الكلوية، في عنا أيضا حصيات الكلية، يمكن هي أكثر شيء معروفة ومألوفة للأخ المشاهد. حصيات الكلية بالحقيقة مرتبطة بنظامنا الغذائي بدرجة كبيرة جدا، يعني نحن المسؤولين عنا للأمانة عن معظم أشكال هذه الحصيات. أيضا في عنا كمان داء الكلية البسيطة أو كيس الكلية البسيط عفوا، وهو مختلف تماما عن داء الكلية متعدد الكيسات. حقيقة هو مجهول السبب، يعني سببه غير معروف، هو ما يعتبر من الحالات الخطيرة، ولكن في حال كبر حجمه وسبب ضغط على النسوج المجاورة فهون صار الموضوع فعلا مزعج للغاية. ممكن نذكر أيضا إنتانات الكلية. إنتانات الكلية اللي ممكن تكون بسبب انتقال الإنتان إما من الحالب أو من المتانة أو انتقالات بعيدة، أحيانا بتكون كاختلاط لأحد الجراحات أو للجراحات التي تجرى على سوية الكلية. آخر شيء فينا نذكر سرطان الكلية. سرطان الكلية أيضا هو غير معروف السبب، ولكن في عنا أسباب كثيرة مؤهبة له. نذكر على رأس التدخين والسمنة وارتفاع التوتر الشرياني، هدول الأسباب الثلاثة كتير حقيقة بيلعبوا أدوار كبيرة جدا بتطور سرطان الكلية للأسف. نعم دكتور، خلينا نرجع لاختصاص التغذية ونحكي عن أهم الفواكه الخضار المأكولات يلي هي بتفيد الكلية، يلي نحن لازم دائما نهتم فيها لصحة أطفالنا، لصحة شبابنا، لحتى نحن ما نعاني من أي داء بخص الكلية، من أي مشكلة، من أي مرض، لحتى ما نوصل لمرحلة متطورة. شو هي أهم الأغذية وأهم المأكولات يلي نحن لازم نركز عليها، وشو هنن أهم المأكولات يلي لازم نبتعد عنها أيضا؟ تمام، هلأ حضرتك يعني حكيت جزئية كتير بسيطة حتى ما نوصل لهون. كلمة حتى ما نوصل لهون، وبالتالي أنا يفترض بشكل مسبق تجنب الأمراض يلي ممكن تؤدي لمرض كلوي مزمن فيما بعد. ما هي ذكرنا نحن على رأس هذه الأمراض مرض السكري، وبالتالي أنا طفلي اللي موجود عندي بالبيت أو بشكل عام كلاتنا كأفراد هذه العائلة لما عم نتناول وجبات بأوقات محددة عم نحترم الجهاز الهضم، ما عم نستثير الهرمونات على مدار اليوم بأكمله. تمام، على رأس هرمون الأنسولين، وبالتالي نحن هون عملنا عملية حفاظ على هذه الهرمونات، جنبنا أنفسنا مقاومة الأنسولين وفيما بعد داء السكري، وبالتالي أنا حافظت على كليتي بطريقة غير مباشرة. أنا لما بيكون غذائي متنوع وشامل وكامل، أنا كمان هون عم حافظ على كليتي بطريقة غير مباشرة. أنا لما بتجنب شرب الكحول على سبيل المثال، بتجنب التدخين، بتجنب الكميات المفرطة من البروتينات مثل ما بنشوف عند الرياضيين اللي بتناولوا كميات مبالغ فيها من البروتينات، فأنا هون أيضا عم حافظ على سلامة كليتي بطريقة غير مباشرة. إذا كنا عم نحكي عن أشخاص صار عندهم أذية كلوية على سبيل المثال، وبدنا نحكي مثلا شو الخضروات الأنساب أو شو الفاكهة الأنساب، فعلا بنلاقي إنه في عنا خيارات أفضل من خيارات أخرى. بس نحن ما عنا خيارات إنه هي نحافظ على الكلية من نحن وصغار. أبدا ما عنا، أبدا ما في شيء اسمه نحافظ على الكلية. نحن لما بنتجنب الأمراض، بنتجنب الأمراض اللي ممكن تؤدي لأذيات كلوية فيما بعد، نحن بنكون عم نحافظ على سلامة الكلية بالنهاية. يعني بالنهاية الفاكهة اللي موجودة عنا والخضروات رغم احتوائها على كم كبير من مضادات الأكسدة، هي بالنهاية ما ممكن تصحح خلل أو تخريب عم يتم على مدار الساعة. تمام؟ في حال كنا عم نحكي عن الداء الكلوي المزمن اللي ذكرناه قبل شوي اللي هو الأشياء، حقيقة فعلا بنلاقي إنه في عنا خيارات ملائمة أكثر من خيارات أخرى. يعني على سبيل المثال إذا بدنا نحكي بالفاكهة، بشوف أنا إنه العنب، التفاح، الانجاص، الخوخ، البطيخ، اليوسفي، هي عبارة عن خيارات أسلم وأأمن من خيارات أخرى مثل الموز، مثل البرتقال، عصير البرتقال، الكيوي، الشمام. بالنسبة للخضار بشوف أيضا أنه الكوسة، البيتنجان، البصل، هذه الخيارات والبروكلي والزهرة خيارات يعني أفضل وأكثر ملائمة لمريض الكلية من البطاطا على سبيل المثال، من اليقطين، من الهليون، الأفوكادو. كل هذه الخيارات حقيقة تحوي كميات كبيرة جدا من البوتاسيوم، ولكن نحن فينا نعمل خدعة بسيطة نقدر نضل عم ندرجها بنظامنا الغذائي بكميات بسيطة، بحيث أني أنا دائما أشر هذه الخضار
قطع لقطع صغيرة جدا، كمية الماء اللي عم بسلق فيها تكون أكبر شوي، زود مدة السلق، وبالتالي أنا ممكن أدرج هذه الأطعمة المختلفة اللي ذكرناها بنظامي الغذائي. طيب دكتور، يعني ذكرنا في بداية الحديث أهم فينا نقول أو أكثر الأمراض شيوعا، نحن بنعرف يعني أكثر وأكثرهم معرضين مصابين بمرض السكري، ومثل ما حكينا بالبداية مرض الكلية المزمن هو كمان مرض صامت. طب النظام الغذائي إذا فينا نقول، أو الحياة، لايف الحياة بشكل عام عند مرضى السكري، كيف فينا نعطيهم بعض النصائح لحتى ما يوصلوا لهي المرحلة؟ ولما نقول مرض صامت يعني لازم يكون في استشارة دورية، بما أنه هو مصاب سكري فهو مهيأ أكثر من غيره أنه يصاب بمرض أو بمرض الكلية. تماما. هلا لربما موضوع الاستشاره الدوريه اللي عم تحكي عليها حضرتك هذا شيء نادر للاسف، وهذا هيك قلت لك هي ببدايه حديثنا، هي الثقافه ما موجوده تماما، قليل يعني. جدا لتلاقي حدا هيك مهتم، مثلا كل 6 أشهر بيروح بيعمل فحوصات، فحص السكري على سبيل المثال، مستويات الكوليسترول، بيحاول يقيس ضغطه كل فتره، بما انه مرض الضغط هو مرض صامت بالنهايه لنهايه الامر، وبيؤدي لاديات كلويه فيما بعد. فللاسف هي الثقافه اللي عم تحكي عليها حضرتك ما موجوده. نحن فينا نقول في حال فعلا نحن كنا أشخاص قليلين الاهتمام بهذا الأمر، مجرد إشراك الرياضة بحياتنا على سبيل المثال بشكل يومي، التزام بأوقات محددة لتناول الطعام، المزج ما بين كربوهيدرات بطيئة الامتصاص وسريعة الامتصاص بحيث أني أنا ما أرفع معدلات سكر الدم، التقليل من الأطعمة الجاهزة قدر الإمكان، هذا رح يحافظ بالنهاية على سلامة الكلية. في حال نحن وصلنا لمرحلة من الأدية الكلوية وكنا على سبيل المثال أشخاص سكريين، فيفترض الحمية الغذائية تراعي كلتا الإصابتين، اللي هي الإصابة بداء السكري ووجود هذه الأذية الكلوية. فينا نقول نحن بطبيعة الحال أهم شيء نحن يفترض نتجنبه هو تجنب الكميات المرتفعة من البروتينات. البروتينات رح تزيد للأسف الأذيات الكلوية اللي موجودة عندي. تمام. في عندي اكيد البروتين ليش زيادته بيزيد الاذيه؟ ليش؟ يعني شو الخلل اللي ممكن يؤديه بوظيفه الكليه؟ تماما. الكليه اساسا هي كليه متخربه، تمام، غير قادره على طرح نواتج تفكك البروتينات. تمام. فهي مشكله حقيقيه، انا عمليا نواتج تفكك البروتين او تحطم البروتينات موجودة عندي بالدم، ما كان قادر أن يتخلص منها وطرحها خارج الجسم للأسف. نعم دكتور فادي، يعني أي مريض هو يعني لجأ لعمل جراحي وقام بتبديل الكلية عنده، أكيد نظام الغذائي رح يتغير، في مأكولات كتير رح يبتعد عنها، يعامل معاملة صاحب الكلى الوحدة لبين ما يتأقلم الكلية شوي مع جسمه، لبين خلص أصلا هي حياته تغيرت. خلينا نحكي يمكن شو هي أهم شيء لازم نبتعد عنه نحن منعا باتا، كمية المي الصحيحة يلي نحن دايما عندنا تساؤلات حولها وقت بيتم تغيير الكلية، هل بتختلف كميات المي؟ هل في مي لازم تكون مثلا مية صحة؟ نبتعد، خلينا نحكي هيك شوي عن أبرز التعليمات يلي بنعطيها يلي مبدلين الكلية. تمام. هلا مثل ما بنعرف كلياتنا انه الانسان ممكن يعيش بكلية واحدة، وبالتالي الشخص اللي عمل عملية زراعة كلية اكيد فيه انه يعيش يرجع حياته الطبيعية بهذه الكلية، ولكن مستويات الحذر يفترض تكون مضاعفة هون، يعني عمليا الاسباب التي ادت الى تخرب الكليتين بالسابق يفترض يحاول يتجنبها، يعني مثلا اذا انا كان عندي نظام غذائي خاطئ فانا يفترض اكيد انا الجا لنظام غذائي متوازن يحافظ على الكلية عندي. ذكرتي حضرتك موضوع الماء، فعلا موضوع الماء حقيقة يعني موضوع مهم جدا ويجب أخذه بعين الاعتبار. إذا كنت أنا عم بحكي عن شخص الأذية الكلوية بمراحلها الأولية، فموضوع الماء حقيقة هو ما له مشكلة أبدا، فأنا يعني غير مضطر للحد من كميات الماء المتناولة خلال اليوم بأكمله. إذا عم بحكي عن شخص عم يخضع زيادة الماء كمان ممكن تتأثر أكيد بنقص الشوارد، يعني أحيانا بنشوف أنه بعض الآثار ممكن تكون زيادة كميات الماء بتأثر على الشوارد أساسا وبتنزل بالجسم فبتضرب أساسا وظيفة الكلية. بكل أسف هذا الخطأ أساسا. مريض السكري شو اللي بيضرب الكلية عنده؟ التجفاف اللي عم يصير، شرب الماء بكميات كبيرة. صحيح. فهذا اللي عم يصير أكيد. ما بدنا ننسى نحن أنه شرب الماء بكميات مبالغ فيها مثل ما تفضلت حضرتك عم يطرح شوارد هامة جدا، عم يأثر على الوظائف الحيوية كلياتها بكل أسف.
ايضا موضوع الماء، اكيد الكميات المبالغه اللي عم نشوفها هلا كل يوم واللي دارجه على وسائل التواصل، لانه لما نقول ما في حد منا، لا في حد لكميه المي الكبيره، هي نقطه كثير مهمه. اكيد 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 في عندنا كميه ماء نحن مسموحه خلال اليوم. عم بحكي لمريض الكليه انا، صحيح، في حال كان عم يخضع للديلزه، الديلزه الكلويه اللي هي غسيل الكلى، فهون كمية الماء لسه بتكون معايرة بشكل أكبر للأمانة، يعني حتى كمية السوائل الداخلية من الأطعمة المختلفة، شوربات على سبيل المثال، الفواكه اللي مستويات الماء فيها مرتفع مثل البطيخ، بعض الخضروات مثل الخيار، الخس اللي مستويات الماء فيها كبيرة جدا، فيجب الحد منها للأمانة لما نكون عم نعمل عملية ديلزة. مثل ما اتفقنا بالأذيات الكلوية لما بتكون بمراحلها الأولية، ف بتضل مستويات الماء عندي طبيعية مثل أي شخص، اللي هي الكميات اللي عادة بنشربها خلال اليوم بأكمله اللي هي تقريبا لترين. نعم. يعني دكتور، قبل ما نختم مع حضرتك هيك تعليمات أو ملخص عن اليوم، موضوع حلقتنا الاهتمام بكليتنا وتغذيتنا الصحيحة، بتحب توجهها لكل حد عم يتابعنا؟ هلا بدنا نقول بالختام يعني انه 90% من امراض الكلى حقيقة مرتبطة بالتغذية ارتباط مباشر، تمام؟ سواء كنا عم نحكي عن حصيات الكلى، عم نحكي عن الامراض الكلوية المزمنة، فنحن لما بنتبع نظام غذائي محسوب السعرات الحرارية، محسوب السعرات الحرارية، ما منبالغ بكمية الكربوهيدرات وبالتالي نجنب انفسنا مرض السكري، ما منبالغ بكمية الدهون الغير صحية، يعني عمليا الوجبات الجاهزة تكون بحدود الدنيا، فأنا جنبت نفسي ارتفاع التوتر الشرياني وبالتالي أنا حافظت على الكلية بطريقة غير مباشرة. أكيد دكتور فادي خشروم أخصائي تغذية، نتشكرك بالختام على وجودك معنا، وأكيد نتمنى الصحة والسلامة لكل الناس. مثل ما قلتي، يمكن بعض النصائح هي لو بننتبه لها شوي بنكسب سلامة وصحة الكلية ووظائفها. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك.